طاح من طال الماتريال تاع الخدمه نتاعو. ما صاب لما جيت الكراهب الكل ما فهمناهاش شنية من تونس قوات عامه الكل احبس ما اسمعهمش ديريكت ركحوا لي بالكرتوش. على فكره مش كرتوشه واحده للتو الاثار نتاعها غادي كاينه في الحيوط مازال اللي هو في الجبل حتى في مناطق عمرانيه راهو بحذا جزرنا حمزه هذا استر ربي جت فيه كرتوشه واحده راه حوالي 50 كرتوشه هذا راهو طاقوا عليه هنا يعني برشا عباد خرجت الجيران غادي يسخب ما عرفش مش صار. حمزه ضربت له الكرتوشه على الجنب اليسار نتاعو ضربت له نقبت له حشيك الريه نتاعو بقى شهر في ماشي في سبيطار عبد الرحمن مامي في اريانا ومن بعد هذيك فاقوا بيه بانه نخاع الشوكي نتاعو زاد كيف كيف تضرب ولحد الان الكرتوشه نتاعو هاكا مازال الكرتوشه في كتفو الكرتوشه نتاعو الكرتوشه مازالت لحد الان في كتفو وعملت له حاشيك جرثومه رقد زاد كيف كيف في سبيطار الرابطه وبحسن الحظ هكا صفا تو من راسه. اما الكرتوشه هذه راهي خلفت له اكثر من شلل نصفي. قلنا هذا ولد بلاد وهذا هو اللي نجيني انا هذا هو اللي وقفني هذا هو اللي وقفني انا هذا هو اللي يجري معايا انا عارف عاصي لطفي سي لطفي ولد بلاد وكل ما شيء وقال لي قبل ما انت ضربت قال للمراه ما تخميش في حد شيء قضيته راجلك راهي عندنا والضرب صحيح راهو في حاله اراق ورانا عارفين وكذا وكذا. مشكلتي انا ما تعطونيش حتى شيء لا دار لا دوار ما تعملوا لا كرم ايش عملي. لما مشيت هنا للوالي استدعى علي المنطقه طلعوني بالمشط بالضرب عادي صرت في كام تاعي ما مزيت موجوده في الدار اعتدوا علي بالعنف قالوا لي تقابلي عليه باش تقابلي الويل طالبه حقوق راجلي هنا طلعوني بالمشط بالضرب عندي صرت في كام تاعي مزيت مخبيه هنا عليه كلام الزايد وبالمشط ما نحكي لكش وقطعوا لي حوايجي عليه خاطر جي نطلب في حق راجلي عيلة هذيري على خدمة بلا ما نشكيش عيلة دمروها ما تضربش وحده حمزة راه ضربوا عيلة كاملة عيلة كاملة بركوا ماهوش وحده هو هكا راه ملك نشوف البو كيف وصل في بنته المدرسة وكل شيء زعزة بي الارض انا بنتي تاوك تقول لي امي علاش ما عنديش خو ولا اخت من الارض اللي شقوا تبلعني وتسكر عليا والله مازلنا صغار مازلنا غير معرسين راهو يا اخويا ما قلت ارهابي يجوا هزوا اعتذار محمد علي العروي ما يكفينيش راهو كلمة نتأسف هذه نقولوا راهي ما تكفينيش ما تكفيش راهي كلمة نتأسفوا على السيد هذا راك مش حاجيك ضربت كلب وتعديت ولا ضربت حد بكرهبة صاي ولا هذا راه خلق معاق انا نشكي عليه راهو كان يخدم علينا كان لبس عليه كان يجر ويجيب فلو قايت هذا انا جاني الخبر قالوا لي حمزة تضرب راه لو قايت هذا لو ليل لو عشية لو في جبل هنا صدمت هذاك الكل قالوا لي لا راهو رش راهو رش يكلم فيا الوالي يعمل لي ليه مادام تخافيش ما نعرفش ني ما تخليش حتى حد يعمل حاجه مثلا ما تعملش شوش انا راجلك ننقذ انا حقوق مضمونه انا نخرج راجلك لبرا هذاك التليفون هذاك انقذني كان بطيارة هكا هزني من القصرين العين حبوا يهربوا ديريك الاريان الاريان هكا هذا باش نقذني المرأة اللي قدامك هذه ست شهور في تونس وصلت بيت تحت الحيوط في الارين تاع الكارف وقدام سبيطار الرابطة في الجبل برشا عباد كانوا يشوفوني تو يعرفوني يقولوا لكم ايه صحيحة يطلق بيت برا هذه مازال الواحد ما عادش فيه حاط موة ما عادش فيه حسب الله ونعم الوكيل حسب الله ونعم الوكيل في كل مسؤول يخزر الحالات هكايا ويطفي عليها الضوء عم روحه ما سمعش وما راش